برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الدكتور حسين علي المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للغطس العالي والتي نظمتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية في بحرين هاربر. وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي الرجال 27 مترا ومسابقة السيدات 20 مترا، إذ فاز اللاعب الروماني بالمركز الأول والميدالية الذهبية 408 نقاط، وفازت اللاعبة الكندية بالمركز الأول والميدالية الذهبية نقطة، فيما توج الدكتور حسين المسلم توج أصحاب المركز الثاني والثالث في كلا المسابقتين، إذ فاز اللاعب الأمريكي بالمركز الثاني، وفاز اللاعب البريطاني في مسابقة الرجال، وفازت اللاعبة الكندية بالمركز الثاني، وفازت اللاعبة الأمريكية بالمركز الثالث في مسابقة السيدات. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافتها لبطولة العالم للغطس العالي، لتبرهن من جديد عن قدرتها العالية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية بمختلف الألعاب ومن بينها الرياضات المائية. وتوجه سموه ببالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد على رعاية سموه الكريمة للحدث امتدادا لجهوده في الاهتمام بالحركة الرياضية والشبابية ودعم مختلف البطولات التي تقام على أرض المملكة، كما ثمن الدور البارز للجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة الأمين العام فارس الكوهجي في استقطاب وتنظيم البطولة وجهود جميع اللجان العاملة. وأضاف سموه: تسير اللجنة الأولمبية البحرينية وفق نهج متميز يقوم على استقطاب مختلف البطولات الرياضية العالمية وبناء المزيد من الشراكات مع الاتحادات الرياضية الدولية والقارية، تنفيذا للاستراتيجية القائمة على استقطاب مختلف الأحداث الرياضية التي تعزز من مكانة البحرين وتسهم في تنمية الاقتصاد وتنشيط السياحة، وأن استضافة هذه البطولة العالمية ومن قبلها بطولة الجولف الدولية يبرز الدور الكبير الذي بدأت تحتله اللجنة الأولمبية على خارطة الرياضة المحلية بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى. وجدد سمو الشيخ خالد بن حمد شكره للاتحاد الدولي للألعاب المائية برئاسة الدكتور حسين المسلم على ثقتهم في مملكة البحرين بتنظيم بطولة العالم للغطس العالي، وشكر مجموعة جي اف اتش وكافة الرعاة على دعمهم للبطولة، وثمن تعاون جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية في العديد من المبادرات والمشاريع المستقبلية.